زي ما وعدناكم وقلنا في المقدمة معنا علشان يعيب معاكم وعليكم النجم الكبير الأستاذ عزت العليلي. مساء الخير أستاذ عزت، كل سنة وانت طيب. طيب بصحة بسلامة يا رب. يا رب دايما تمتعنا. والحقيقة زي ما كتير من السادة المشاهدين عارفين، أنا ما أنا ما ينفعش أعمل حوار مع الأستاذ عزت لأن أنا شهادتي الحقيقة دايما مجروحة فيه. أستاذ عزت قيمة كبيرة كلنا بنفخر وبنعتز بيها، ومش إحنا اللي هنقيم عمله، بل بالعكس كل عمل بيشترك فيه هو يعني يستحق مننا الشكر إن هو بيمتعنا وبيضيف إلينا وإلى رصيده الفني الزاخر. الحقيقة أنا بشكرك على الأعمال الرائعة اللي أنت عملتها في رمضان. أشكرك جدا كتر خيرك. لا يعني مش عارف أقول لك إيه والله، يعني تفضل كبير جدا. لا العفو، تستحق أكثر من ذلك بكثير. الله يخليك ويبارك فيك يا رب. ربنا يخليك. الله يخليك. حضرتك أمتعتنا هذا العام بعملين في رمضان. أي نعم. موعد مع الوحوش. أي نعم. بصعيدي الصبرة. ومسلسل الجماعة اللي عمل جدل واسع سواء على مستوى الصف والنخبة أو حتى على مستوى الشارع. ده صحيح. أبدأ أول بفكرة عملين، حضرتك كنت عارف إن العملين دول الاثنين هينزلوا في رمضان؟ لا لا لا، أنا يمكن اتفقت على الجماعة قبل الوحوش وفترة طويلة جدا، وصورت الجماعة وكان فاضل حاجات بسيطة جدا جدا في الجماعة لأن دوري مش كبير أنا في الجماعة. وخلصت الجماعة بس محوري. ما فيش شك. وبعديها دخلت مع الوحوش بالكامل لانه كان عايز تفرغ كامل، ما كنتش اقدر اعمل الاثنين في نفس الوقت. احنا كنا فاهمين ان انت كنت بتخلع عباءه المستشار الكبير. لا 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 صعب، لا لا صعب، صعب. ينفع. لا لا ابدا ابدا ابدا. لا لا صعب جدا، مش ممكن. صعب ازاي؟ يمكن بالنسبه للناس الصغيره لكن الناس المحترفه برضو حضرتك لازم تتقمص الشخصيه وتعيش فيها تماما. لا هنا هي في مسؤوليه. في مسؤوليه خطيره جدا، بالذات لما في الجماعه مسؤولية شخصية لها تاريخ. صحيح. وشخصية مدونة وراجل قاعد على كرسي على منصة القضاء. ولازم الكلام يطلع موزون، لازم يعني ما ينفعش نقول والله نختصر هنا ونشيل هنا عشان نخلص. لا ما ينفعش، واخد بالك ازاي؟ بس افادك شخصيا الظهور في عملين؟ لا جدال، مش افادني بس انت عارف يعني مثلا المستشار احنا يمكن قريبين في السن انا وهو، هو زي ما قرأ انا قرأت. أيوة. بس احنا اختلفنا مع بعض ان هو قاعد على منصة القضاء وانا قعدت على منصة المسرح، يعني ايه. أيوة صحيح. انما عشنا مرحلة رهيبة جدا في تاريخ مصر. ولو رجعنا للتاريخ نفسه، تاريخ مصر الحقيقي، هو كمستشار وانا كفنان بالقطع عارفين ان مصر في اول القرن ال19 او نهاية القرن ال18 عندما أسست الجمعية الفرنسية العلمية المصرية، وبعد في القرن ال19 لما جاء محمد علي وأرسل البعثات الطهطاوي وإلى آخره، محمد عبده وإلى آخره، التاريخ والقرن ال19 المليء، يعني مصر محاور عديدة جدا، محور سياسي، محور تاريخي، محور فني، محور هندسي، محور عسكري، محور فلسفي. صحيح. محاور كثيره جدا جدا. مصر مش قائمه على محور فقط واحد ابدا. طيب خليني ابدا مع حضرتك بالجماعه، لان انا مستشعر الحقيقه ان انت مش بس عايش، انت كمان حابب المستشار عبد الله كسام قوي. يعني حسيت ان في ناس بتمثل الشخصيه بتقول الشخصيه عجبتني وفي تحدي علشان كذا، لكن انت حابب الشخص وحابب الشخصيه. ما انا زي ما قلت لحضرتك كما قرأ عبد الله كساب انا قرأت. يعني يمكن هو قرأ اكتر مني طبعا لان افرع القانون عديده وكثيره وتخرجاتها رهيبه جدا سواء على المستوى المحلي او المستوى العالمي. صحيح. يعني تخرجات في القانون طبعا هو اعظم مني بكثير جدا. انما على المستوى الاجتماعي وقراءاتي الفنيه والسياسيه والى اخره برضو انا ليا قراءاتي الخاصه جدا. وزي ما حضرتك قلت قريبين في السن فعايشتوا نفس العهود بالظبط، والتاثيرات نفسها مزبوط. كما حصلت لعبد الله كساب حصلت لي انا في حياتي برضو، يعني حصلت لي في الاربعينات ولما كنت صغير واسال ابويا الوفدي اللي مش عارف ايه اللي وازاي مثلا ده اتقتل وازاي وليه اتقتل وعشان ايه اتقتل. خاصه كان ابويا كان عنده اصدقاء يجتمعوا عندنا في البيت ويتكلموا في الشؤون السياسيه والاقتصاديه وحاجات زي كده وبتاع، فكنت مستمع جيد ودائما كنت اسال ابويا الله يرحمه
وكان لما تتغير الاحزاب ويجي ابراهيم عبد الهادي وبعدين يتغير وبعدين يجي النقراشي وبعدين يعني كل الاحداث دي انا وقعت لها بدون وعي ثقافي وبدون وعي سياسي. صحيح. انما في دماغي الازهار اللي كان بيشكل طلبه الجامعه وقتها الشعب والاحد. صحيح. انا كنت بكلمك فيه. مظبوط. لما كبرت بقى وكانت هذه المعاني ترسمت في ذهني كتير جدا بقيت ادور على المراجع والكتب اللي كتبت في الفتره السياسيه دي. لذلك انا يمكن سنه 66 كتبت حلقات اسمها اعرف عدوك عن الصهيونية العالمية وهي بتبحث عن أرض لها من سنة 1880 التاريخ ده كله أنا عملت سنة 66 كان عندك كم سنة ساعتها؟ 66 كان عندي كم سنة؟ كان عندي حوالي 40 سنة تقريبا وقدمتها للتلفزيون وقتها وقلت احذروا احذروا 67 والله كان ايوه صادق طبعا احذروا واخد بالك ان العدو ده مش اللخنف اللي احنا بنضحك عليه ومش عارف ايه ولا ده كارثه في استراتيجي رهيب جدا خلي بالك وكنت كاتب عن التاريخ من 1882 لغايه 1936 ثوره عز الدين القسام مرورا بقى بمؤتمر بازل في اول القرن الحقيقه اللي فارق الجيل ده عن الاجيال دي جيل زي ما حضرتك ترسب فيه الوعي السياسي والقراءات سواء السياسيه او الثقافيه او حتى الفلسفيه هي اللي شكلت وجدان. صحيح. طيب خليني اتعمق مع حضرتك في مسلسل الجماعه وباعتبار حضرتك واحد من اهم صناعه واللي حملت شخصيه الراوي فكان هي يعني ليها بعد مهم وتاثير مهم في مجرى الاحداث. ايه رايك في الانتقاد اللي بيوجه في بعض الفئات في الشارع ان مسلسل الجماعه صنع ليشوه جماعه الاخوان المسلمين؟ أنا ما أعتقدش يعني لهذه الدرجة يعني اللي كتبوا أنه شوه بالعكس إحنا علينا أن نتبادل الأفكار ونتبادل الأفكار بصوت عالي والدول المتقدمة بالتحديد هي ترجع لتاريخها أو ترجع لمستقبلياتها باستمرار يعني حينما تقنن لعمل سياسي أو وضع استراتيجي لدولة معينة لا تحكم على مستقبلها إلا إذا حكمت على ماضيها. صحيح. ولا يمكن يكون هناك مستقبل جيد الا اذا كان في ماضي جيد ويقرأ جيدا ماضي مصر الجيد زي ما قلت لحضرتك بنيت على محاور عديده جدا فلسفيه سياسيه اقتصاديه فنيه علميه هندسيه وكل شوف انت رموز التنوير. صحيح. شوف انت رفعت طهطاوي ومحمد عبده وعلي مبارك وقاسم امين وزكي نجيب محمود ونجيب محفوظ وطه حسين ما تعدش وسلامه موسى ناس جيش جيش يعني احنا انا هديك مثل بسيط يا استاذ تامر احنا جينا في مرحله من المراحل قلنا ايه بعد ما نجيب محفوظ ويحيى حقي وفي السباعي واحسان عبد القدوس جينا فتره قلنا الله هو خلاص احنا يعني وده بينتج الثلاثينات مظبوط ده نتيجة العشرينات والثلاثينات وطلعوا لما جينا استهلكنا الناس دول في الستينات كلنا في المسرح والسينما والكتاب وهذا كل الكل والتحليلات والحاجات دي كلها قلنا الله مصر نضبت بقى واصيبت اسئله رهيبه جدا في هذه الفتره طلع بقى ابراهيم عبد المجيد طلع بهاء طاهر طلع محمد المنسي انفيل طلع اسامه غريب طلع خالد يعني طلعوا ناس عديدين صحيح وكتاب بقى لا ما هو الزمن ده كان لازم يطلع من رحمه عباقره وموهوبين بالظبط صحيح لا ليه بقى ده رجع لان عندك باك جراوند ايوه عندك مصر لما تيجي تتكلم النهارده عن الاخوان او تيجي تتكلم عن الوفد او تيجي تتكلم عن حزب او تيجي تتكلم عن طائفه تتكلم على جماعه قطعا ده ليهم هيستوري ليهم تاريخ طبعا واخد بالك حينما تعرض هذا التاريخ تعال ناقشني بقى تعال نتناقش من رايك انه عمل درامي يفتح دائره للحوار والجدل مش بيقدم راي واحد لا اقدر اقول لك دراما تسجيليه دراما تسجيليه طبعا في الشك يعني اما الانجليز عملوا مراسات مثلا يعني عملوا حاجات كتير جدا الدراما التسجيليه كانت رهيبه جدا اما عملوا الدراما التسجيليه على الحرب العالميه الثانيه كان بالشكل كده انها روائيه لما فهمت انا هقول لحضرتك سبب ربما يعني انا بحاول اتقمص شويه موقف الراي العام المتابع للمسلسل واحد من الاسباب اللي يمكن اوقعت البعض في حيره وهما بيتابعوا المسلسل وهو كان فيه
تقريبا خطين بيتابعوا المسلسل، خط شخص حسن البنا كشخص، وخط الجماعه كجماعه وكطائفه ولدت وتشعرت بعد ذلك ودخل فيها جناح عسكري وشغل سياسي وديني وكذا. فالناس ما بقتش عارفه تحب ولا تكره، تؤيد ولا تعارض. يعني بتقول لك حسن البنا كشخص ده ولد مفيش احسن من كده في البدايه، صحيح، ولد ايه ده؟ اولا مثقف ومتعلم وقوي الحجه، صحيح، ومفوق لدرجه ان شيوخه حتى محمود الجندي اللي هو المفروض شيخه كان بيناقشه بالحجه ويقول له لا افتح صفحه 14 في صحيح البخاري هتلاقي كذا كذا، صحيح، فكان يسكت الاخرين بحجته وقوه صحيحه. فلازم تتعاطف معاه. وبعد كده انحرافه شويه في طلبه للزعامه وبعض الاشياء السياسيه اللي دخل فيها، صحيح، تقول لك طب ما اصله كويس، صحيح، يمكن الانحرافات دي جت بسبب الظروف وبسبب الخصومات، لكن ما بقاش عارفين نفهم. عارف لما تقول عايز اعرف فص، عايز اطلع عليه عايز اعرف فص حسن البنا، حضرتك شايفه ازاي؟ كل ده وارد وجائز، كله، كل اللي انت قلته ده وارد وجائز، واخد بالك؟ وهو كان عنده استراتيجي، وانا رايي ان الاستراتيجي كان رباني. سبحان الله. يعني هو لما تيجي مثلا في مساله التفجيرات والاغتيالات والحاجات دي، لم يظهر في العمل انه اوعز الى حد انه يحرق او يقتل ابدا اطلاقا. ايوه مظبوط. هو كتب الرساله رساله دينيه متعصب ليها جدا شديد التعصب، انما تعالى بقى للي حواليه. ايوه. ما انت ما تقدرش تحكم عن نفسك بس، انما تعالى بقى للي حواليه عملوا ايه؟ لذلك هو لما تشوف في الاغتيالات والحاجات دي كلها، هو الراجل كما قدمها الممثل الجميل اياد نصار ده، الراجل في حيره من امره، هل هو اللي اوعز؟ ده سؤال مطروح. هل هو اللي اوعز؟ بصراحه يا استاذ عزة ما احنا مش عارفين، مش عاوزين ما فيهاش، هل هو اللي اوعز ولا هو بيتهرب من اصدار الاوامر؟ يعني لا انا ولا انت ولا اي واحد يجاوب على السؤال ده. فعلا. طبعا الا حسن البنا نفسه. لذلك هو عبد الله كساب قال لخطيب حفيدته، انا عايز تتكلم على حسن البنا، هات اللي كتبه حسن البنا نفسه. لا، وانت قلت له في المسلسل جمله مهمه جدا لسه حتى زميلي عمرو مفكرني بيها، وهي فكره بيقول له لو قريت ما كتبه الاخوان المسلمون عن نفسهم تتعاطف معاهم جدا جدا، لو قريت اللي اتكتب ضدهم تكرههم جدا. بالظبط كده. فانت مع الحالتين متوافق. هنا في وقفه. هنا في وقفه. لازم عشان ما نحكمش بعواطفنا اكتر من اللازم، انت ضد او مع، مفيش حاجه اسمها ضد او مع. في حاجه مطلق، تاريخ مطلق، ما احناش بلد ناشئه. صحيح. ما احناش بلد ناشئه، احنا بلد زي ما قلت لحضرتك لينا تاريخ. ما هي الفكره يا استاذ عزت دايما في كتابه التاريخ. يعني دايما عندما يكتب التاريخ بموضوعيه وصدق زي ما حضرتك قلت يصبح تاريخ مطلق. ده صحيح. لكن عندما يكتب التاريخ بهوى ساعتها انت بتتعرض بقى للحيره دي. ما مش عايزين نوصل لبرنارد شو لما ايوه ايه هو التاريخ؟ قال مجموعه من الاكاذيب. عايزين نقول لحضرتك عايزين بقى المنطقه دي. في النهايه احنا بنبغي التاريخ المطلق البعيد عن الهوى عشان نعرف نقرا تاريخنا صح. بالظبط كده. ونعرف نقيم ونحاسب الاخرين وفقا لتاريخهم. يا استاذ تامر، الحكم صعب جدا جدا الحقيقه. يعني لا تحكم ابدا، لذلك العمل ما فيهوش حكم. ما فيهوش حكم. لا، وحيد حامد لم يحكم. يعني ده ضد المنطق اللي بيقال ان العمل ضد الجماعه. لا لا، العمل عرض. عرض. هو ارالك صفحه او صفحتين او ثلاثه، اداهم لك، قال لك خد اهم. انت عايز تحكم؟ احكم. بس ده حكم عاصي. بالظبط، عايز تعود عقلك بقى وتشغل عقلك وتقرا كويس جدا والتاريخ، وهم كمان يقروا. مع احترامي ليهم، هم في ناس محترمين، فيهم ناس محترمين جدا. في ناس محترمين وفي ناس مخدوعين جدا. طبعا جدا طبعا. في كل النماذج موجوده. صحيح. انما اقرا كويس جدا ولا تحكم بالسرعه. عايز ترد. يعني انت تقول وانا اقول. طيب. والناس تعرف تاريخها رايح فين. مصر مش صغيره. لا. صحيح كده.